كثيرا. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اكد فيه على قوه العلاقات المصريه الامريكيه وما تتسم به من طابع استراتيجي، واشاد ترامب بالجهود التي تبذلها مصر على هذا الصعيد، مؤكدا حرص الاداره الامريكيه الجديده على تقديم الدعم والمسانده اللازمه لمصر في جميع المجالات. وفي سياق متصل أشار الرئيس السوداني عمر البشير إلى أنه سيعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.